أهلا بكم أعزائي المتابعين في هذه الحلقة الجديدة، وهي عن تجربة روسا من نيوزيلندا في الاقتراب من الموت، حيث ذهبت إلى الجحيم وذاقت أنواع العذاب كما رأت جدتها هناك والتي لم تكن تعرف أنها توفيت للتو. تقول روسا: تعرضت لهذه التجربة في عام 2000 قبل أعياد الميلاد مباشرة. كان عمري حوالي 24، وكنت حينها أمر بظروف حياة صعبة، كما مررت بشيء مؤلم مباشرة قبل التجربة، وكنت أشعر بأنني فارغة من الداخل. أتذكر أن صديقتي التي كانت معي في المدرسة وأعرفها من 10 سنوات رغبت في زيارتي. كان حينها صديقها الجديد معها، وقال: نحن ذاهبون إلى الشاطئ الغربي وسوف نأتي لزيارتك. وعند وصولهم عرضوا علي الممنوعات. كنت أتألم بشدة في داخلي وأردت أي شيء لأرتاح من آلامي. لم أكن من مستخدمي المواد الممنوعة بصورة دائمة حينها، وكنت أستخدمها فقط في المناسبات. عرفت فيما بعد أن صديقتي ورفيقها أعطوني كمية تكفي لقتل 9 أشخاص، لأنني على الأغلب تناولت 9 جرعات. وعندما سألتهم عن مدى قوة تلك الممنوعات أو إذا تأذى أحدهم بسببها، أتذكر أنهم قالوا لي حينها أنها ليست قوية وبأنني سأكون على ما يرام. قررنا بعدها الذهاب إلى الحانة لاحتساء بعض الشراب. كان لدي صديق آخر يدعى ستيف أتى فيما بعد، وعندما كنا في الحانة أعطتني صديقتي قرص ممنوعات وكان يحتوي على عدد من الجرعات. عرفت فيما بعد أنه كان من أقوى الأنواع. بدأت ألاحظ تغيرا ما في عيني، كما أصبحت أرى كل شيء يومض أمامي. عرفت حينها أني لست على ما يرام. قالت لي صديقتي: ستكونين بخير، فقط ضعي نظاراتك الشمسية على عينيك. عدنا إلى البيت وكنت عطشة للغاية ولست بخير. بدأت بشرب الماء فشعرت بأني مريضة وعلي الذهاب والاستلقاء. وعندما استلقيت أصبح كل شيء مظلما، وشعرت وكأنني ألتف في وضعية الجنين. وبعدها وجدت نفسي وكأنني أقف على السقف في الزاوية وأنظر إلى الأسفل. نظرت إلى جسدي بتعجب، ولكني لم أشعر بأي اتصال معه، وكأنه من عالم آخر. رأيت نفسي مستلقية على السرير بوضعية الجنين، ولون بشرتي أصبح غامقا، وصديقتي كانت بجانبي وتنظر إلي، ولكنها لم تبادر بإنقاذي. تمكنت من سماع أفكارها كما تمكنت من سماع أفكار الآخرين في الحياة الأخرى. كانوا يتحدثون بصوت مسموع، كما لو أنني رفعت الحجاب عن أفكارهم. فالبنية الروحية للكائنات في الحياة الأخرى يمكنها سماع الأفكار. سمعت صديقتي تقول حينها: سأذهب لإحضار شيئا ما من السيارة. أتذكر في اللحظة التالية التي وعيت فيها أنني كنت أصعد للأعلى بسرعة وأنظر للأسفل، وسرعتي كانت مذهلة. وأثناء نظري للأسفل كان بإمكاني رؤية أحدهم يسير على الطريق، كما رأيت أسقف المنازل وكيف كانت تصغر لتصبح شبيهة بعلب الكبريت. وانتابني القلق،
كيف سأجد طريق العودة؟ وعندما كنت أفكر في ذلك، سحبت فجأة للأسفل، وكنت بجوار مدفع في مقدمة حديقة منزلي. قلت حينها لنفسي: من الأفضل أن أكون في الداخل الآن. وبينما كنت أفكر في ذلك، وجدت نفسي في بهو منزلي. ذهبت بعدها إلى الصالة وجلست بجوار صديقتي، ولسبب ما لم أكن على علم حينها بأنني كنت ميتة، اعتقدت أنني لازلت حية. كان ذلك غريبا بالنسبة لي، وكنت جالسة أنظر إليها. لاحظت أن روح صديقتي خرجت من جسدها بشكل طفيف. استطعت رؤية الحبل الذي يصلها بالحياة، وكان لونه فضيا وملفتا جدا للنظر، كشيء لا مثيل له على هذه الأرض. كانت هناك خطوط فضية رقيقة تحيط بجوهر روحها. رأيتها تخرج من جسدها. فاجأني هذا الأمر، فقد كان جميلا جدا. قلت لها: واو، لقد رأيت روحك للتو. بعد أن خرجت روحها، كانت كما لو أنها تنظر حولها، ثم عادت فجأة لجسدها، وبدت كأنها تنظر إلي وأنا جالسة أمامها. نظرت من النافذة التي كانت أمامي، وشاهدت مروجا من العشب الأخضر المورق ممتدة حتى بهو منزلي. كان الأمر كما لو أنها بدأت صغيرة ومن ثم امتدت إلى كل مكان، وبسرعة شديدة جدا بدأت بالنمو نحوي، وقامت بإخراجي من بهو منزلي. كنت حينها مهتمة بالعودة إلى صديقتي، لكني كنت بجوار منزلي ومحاطة بهذه المروج. وعندما حاولت دفعها، قامت بالذوبان حول جسدي ومنعتني من ذلك. وبغض النظر عن مدى قوة محاولتي، قامت بمنعي من الدخول إلى منزلي. نظرت حينها من الأعلى لأشاهد هذه المروج، واستطعت رؤية قطرات ندى جميلة فوق العشب. كان لونه لونا حقيقيا يشبه ألوان الربيع. تابعت محاولاتي في دفع المروج، ولكنها كانت تصدني. اعتقدت حينها أنها كانت جدار آثامي، والذي كان يمنعني من التقدم والدخول في الجنة. الأشياء الخاطئة التي ارتكبتها في حياتي تحولت لتكون جدار، والذي كان من المستحيل عبوره في الحياة الأخرى. لم أشعر حينها بأني ميتة، ولم أعي مدى جدية ما كنت عليه. اعتقدت بأنني لازلت حية، ولم أشعر بالذهول. أعتقد أنني لو كنت أعلم حينها أنني ميتة، لكان هذا ساعدني كثيراً. وبعد أن استسلمت عن محاولاتي في عبور المروج، وجدت نفسي أتقدم نحو طريق، ثم تمكنت من رؤية صديق صديقتي في جزء من غرفة الطعام، وصديقنا ستيف كان في المطبخ. وفجأة رأيت حفرة في الأرض، بداخلها كان هناك ثلاثة مخلوقات شيطانية. كانوا ينظرون إلي. أحدهم مد فمه باتجاهي. كانت تعابير وجوههم رهيبة، ويفتحون أفواههم الكبيرة. أعتقد أن تلك المخلوقات كانت تعبر أيضا عن الذنوب التي فعلتها في حياتي. كنت مهتمة جدا بتلك الحفرة، وتساءلت: من هؤلاء؟ لم أدري حينها هل هم شياطين؟
لم أكن قد رأيت شياطين في حياتي، ولم أكن أيضا متأكدة بشأن وجود الحياة الأخرى. عندما تعرضت لهذه التجربة كنت حينها أؤمن بالتناسخ، ولم أقرأ الكتاب المقدس أبدا، ولم أكن على دراية بأن تلك المخلوقات موجودة. توجهت حينها نحو صديقي ستيف وقلت له: ستيف، ما تلك الحفرة التي في الأرض؟ كان حينها ينظر للأسفل بدون أي تعابير، ولم يبدو مهتما بي. حاولت حينها الصياح وكررت ندائي له، ولكنه كذلك لم يهتم. تمكنت من سماع فكرة في رأسه، وبعدها اتجهت للخلف باتجاه الحفرة، وسمعت صوتا يقول: لا تذهبي بالقرب من تلك الحفرة. قمت حينها بدعم نفسي، حيث تمكنت من الوقوف والحائط خلف ظهري، ونظرت إلى الأرض مجددا، وكان هناك دوامة رمادية بداخلها ثلاثة شياطين، وفي تلك اللحظة رأيتهم بوضوح. كانت لديهم وجوها ضاحكة عريضة للغاية، وعندما كانت تضحك كانت الضحكة تأخذ كامل وجههم، وكان لديهم أسنان حادة وبارزة للغاية أبرزتها نحوي، وكأنها تقول: حصلت عليك الآن. وبعدها سمعت ذلك الصوت مجددا، وكأنه صوت أحد عزيز، وقال لي: لا تقتربي من تلك الحفرة. انتابني شعور بأنني سأبدو جبانة في حالي لم أقترب وألقي نظرة على تلك الحفرة. شعرت عندما رأيت وجه صديقتي أنه كان يضحك وينظر إلى الحفرة، مما أثار فضولي. كنت حينها لا أزال أشعر بأنني على قيد الحياة. لا أدري لماذا كنت أفكر حينها بهذا الأسلوب خلال تجربتي. انتابني حينها شعورا بالتمرد، وبدأت بالركض نحو الدوامة، وعندما اقتربت لأرى ما هي شممت رائحة لحم متعفن يحترق. وبعدها اكتسبت معرفة أن ما في الأسفل هناك هو أجساد لأشخاص يحترقون ويتعفنون لآلاف وآلاف السنين. كانت تلك الرائحة سيئة للغاية، كما لو أنها صدمت وجهي وغمرتني، وهي أكثر رائحة كريهة شممتها في حياتي، كما لو أنها رائحة الشرور. تمعنت أكثر بداخل الحفرة، فرأيت شباكا، وكانت الكائنات الشيطانية على تلك الشباك. كانوا جميعا كما لو أنهم البطانة الداخلية للحفرة، ويشكلون حائطا. وبعدها بدأت في السقوط في الحفرة. لا أدري إن كنت قد خطفت أو أنني سقطت من تلقاء نفسي. وفي اللحظة التي سقطت فيها نظرت للأعلى، واستطعت رؤية ضوء الأرض وجمالها. أدركت حينها أنني قد ارتكبت أكبر خطأ في حياتي، وهو اقترابي من تلك الحفرة، وأنني تركت الأمان الوحيد الذي كانت تتمتع به روحي على الأرض. واستمريت في السقوط بسرعة كبيرة داخل الحفرة. شعرت بغبار حاد يصطدم بي، وأن الشياطين تمزق وجهي. أتذكر أنني تعرضت للدغة أفعى، وشعرت بالسم ينتشر في جسدي، وكان ذلك السم حارقا جدا كالأسيد. هنا أدركت أنني ميتة. الألم في الجحيم كان سيئا وشديدا للغاية،
لأنه يفوق حدود الألم الجسدي المحدودة، حيث توجد هناك الروح فقط وتشعر بالعذاب اللانهائي. ولذلك أعتقد أنه كان أقوى ألما واجهته في حياتي، وفي كل لحظة كنت أعتقد أنه لن يكون هناك ألما أكثر من هذا وأنه سوف يتوقف، ولكني كنت أتعرض بعدها لألم أقوى وأقوى. وعندما حاولت إبطاء سقوطي داخل الحفرة عن طريق تشبثي بالحائط، وجدت نفسي أمام فتحة. حاولت الصعود نحوها وشاهدت بابا على اليمين وبابا على اليسار، كانوا ككتلة صغيرة في منتصف الطريق، وكان هناك طريقا صغيرا في الجانب أيضا، لا أعرف ماذا كان. وعندما فتحت الباب الأول رأيت هناك شيطانا ضخما وشياطين أخرى، كانوا ينظرون بأعينهم الجاحظة ويشعرون بغضب نحوي، وكانوا متأهبين لتمزيقي. أتذكر أنني نظرت بجانبهم ورأيت واديا من الشياطين يقفون فيه بجانب بعضهم، وكانوا ينظرون إلى الحائط. كما أتذكر أنني أصبحت بعدها محاطة بشكل كامل بالشياطين، وتمنيت لو أنهم لم يروني أو يلاحظوني. حاولت التراجع نحو الباب الثاني والهروب من هناك، ولكنني لم أتمكن من فتحه بغض النظر عن محاولاتي وقوتي التي استعملتها. ولكنني تمكنت من ثقبه ونظرت من خلال الثقب إلى الداخل، ورأيت أرضا ميتة رمادية اللون. انتابني الشعور بأنه علي الذهاب، وتساءلت ماذا لو تمكنوا مني. وهكذا حاولت الهرب، وخلال محاولة التسلق والذهاب بعيدا تمكن أحد الشياطين من التقاطي من الخلف ودفعني للأسفل، وانتهى بي المطاف مستلقية على ظهري وأنظر للأعلى إليه. كان كل شيء بألوان الموت، كان اللون إما أحمرا غامقا أو رماديا مخيفا، وكان هناك دوامة رمادية تدل على الموت. الشيطان كان ضخما للغاية واتكأ على نصف العلوي. كنت أختنق، لم أستطع أن أرى أي شيء باستثناء جسده المستلقي فوقي. كنت في حالة من الذعر، ما الذي يريده هذا الكائن مني وما الذي سيفعله بي؟ ابتعد الشيطان بعدها واستطعت النهوض والركض. قفزت إلى نفق الجحيم ثانية وحاولت التسلق للأعلى للهروب. عندما كنت أسقط للأسفل في تلك الحفرة مررت فجأة بحريق، وأحسست بأنني على مقربة من نواة الأرض. كان ذلك الحريق هو الأكثر رعبا، كنت كأنني أغطس بداخل الأسيد، وكان مؤلما للغاية وكأنه يأكل جسدي. شعرت بحرارة لا مثيل لها وكنت كأنني أذوب. أعتقد أنني مررت عبر كبريت أيضا وكان حارقا جدا من شدة حرارته. كان الأمر كأنني عبرت خلال فرن ثم وعاء من الأسيد، وخلال سقوطي فيه أتذكر أنني سمعت صراخا كان مرعبا وقادما من الأسفل مما دعاني إلى النظر. حينها رأيت براكين سوداء ووجدت نفسي بالقرب من فوهتها، كانت كأنها المدخل إلى الجحيم الحقيقي. دخلت عبر تلك البراكين وبعدها قفلت الفوهات على الفور. نظرت إلى الأسفل
ورأيت حرائقا على طول الجدار الداخلي للبركان، ثم وقعت في مدخل كهف وكنت مختبئة هناك. أتذكر أنني عندما كنت مختبئة كنت أصرخ، وصدى صوتي يتردد في كل أنحاء الجحيم. وفجأة رأيت شيطانا يعبر عبر أبواب سوداء لها سياجا أسود اللون أيضا، وكان هناك ظلام في الخارج ومنطقة صخرية بجوار الأبواب، وكان علي العبور خلالها للهرب، ولكنني رأيت السواد المرعب ولم أرغب في التقدم نحوه لأنه أرعبني جدا. ثم أتى ذلك الشيطان مسرعا، وفكرت بأنه يمكنني الركض وحاولت الهروب منه، فتوجهت للحائط والمغارة، ولكن الحائط أصبح حيا فجأة، وهكذا سحقت. رفعني الحائط وأنزلني ثم سحقني، ألقاني أمام أقدام ذلك الشيطان وكنت مستلقية على وجهي. شعرت أن روحي وجوهري يتمزقان. تمكنت من رؤية نفسي في تلك اللحظة، كنت أبدو كمخلوق برونزي اللون، وجهي مغروس في الأسفل مع رموش طويلة جدا. قال لي الشيطان: إن لم تأتي معي سأنزع الجلد عن ذراعك. فكرت للحظة هل هو يمازحني، فقد كان يبدو كذلك. بعدها رأيت شيطانا على يساري ينزع الجلد عن ذراعي، وعندما انتهى قال لي: يجب عليك النظر. كنت أحاول أن لا أنظر لأني كنت لا أملك الجرأة، كان ذلك مرعبا حقا. وعندما نظرت تمكنت من رؤية أوتاري في الداخل، كانت تخرج من ذراعي وجسدي كان أزرق اللون. هربت بعدها وشعرت كأنني مشيت الجحيم بأكمله، أحسست بروحي تتقلص، وكان ذلك غريبا حقا. وفي تلك اللحظة استسلمت، لم أشعر حينها بالألم ولا أعرف السبب. قبل ذلك كنت أشعر بألم لا يصدق، ولكنني حاولت أن لا أهتم بألمي. شعرت بعدها بأنني أنجذب كالمغناطيس باتجاه الظلام، ثم تسلقت شيئا كالدرج ووصلت إلى سياج. لاحظت أنه يحتوي على ما يشبه الأرقام الرومانية في أعلاه. لا أستطيع التعبير عن الكثير في تلك اللحظة، لكنني وجدت نفسي أقف عند السياج، وكان الشيطان يقف في الطرف الآخر في الظلام، وقال: سأعود للتحدث معك قريبا. والطريقة التي قال بها ذلك ذكرتني بموقف مررت به وأنا طفلة، عندما قال لي أحدهم: سأعود لقتلك قريبا. كان ذلك خارقا في تجربتي، لأن الشيطان قال لي نفس العبارة تقريبا، وبعدها اختفى في الظلام في الجانب الآخر من الجحيم. ثم وجدت نفسي وحيدة، وكنت أفكر في كل لحظة وأنا مرعوبة: متى ستبدأ جلسات تعذيبي؟ متى سيأتي مجددا؟ حاولت الهروب عبر السياج، وبين قضبانه وجدت مفتاحا وهميا، جربته على قفل الباب، وفي كل مرة كنت أدور المفتاح داخل القفل دورة كنت أسمع صوت طوب يتحطم، وكنت أشعر بأنني سأفتح الباب. فأدرت المفتاح، وللحظة فكرت أنني ربما كنت أحفر فخا لنفسي، وأنني قد أفتح الباب وأصل إلى حيث المنطقة المظلمة التي لا أريد الوصول إليها. كنت أتأرجح على حافة نقطة سوداء،
والمنطقة المظلمة أمامي، وفكرت بأن هذا خطر وأنها ليست فكرة جيدة، ولذلك توقفت عن إدارة المفتاح. وأتذكر أنني قمت بالنظر حولي قليلا وتمكنت من رؤية حافة المغارة، وبعدها كنت داخل نقطة سوداء كبيرة. استطعت أن أرى الأرض على يميني، كنت أعتقد أنها الأرض، ولكن فيما بعد أدركت أنها كانت حديقة بكرا جميلة. أردت العودة بشدة إلى الأرض، لكنني أدركت حينها أنني أخفقت في الفرصة الوحيدة لي عليها، وأنني عالقة في هذا المكان إلى الأبد. ذهبت بعدها للتمعن في الظلام، وأتذكر أنني كنت أركل الأعشاب في الأسفل وأصيح: يا إلهي ساعدني أرجوك. انتظرت للحظة ولم يحدث أي شيء، ولم يكن هناك أمل. شعرت أن الأمل غير موجود في الجحيم، وبعدها استسلمت. ثم سمعت جدالا بصوت مرتفع، أحسست أن الشياطين تتجادل مع أحد ما من أجل روحي. وبعدها سمعت أحدهم يقول: إنه ليس وقتها. وفي تلك اللحظة أحسست أن الموت غادر روحي، وأنني امتلكت جسدا جديدا، وبأن روحي انفصلت عن جوهري لتشاهد جسدي المدمر. بدأ الظلام يتلاشى، أحسست بعذاب رهيب لا أستطيع وصف مشاعري حينها. شعرت أن الخلود ضاع إلى الأبد، وبشعور سيء أن أحدا ما قد انتهك روحي، وكان علي أن أعيش مع هذه المشاعر لسنين طويلة بعد عودتي إلى الحياة. بعد ذلك أتى شخص وفتح الباب، أعتقد أنه كان المسيح، وقال: لقد سمعت صوتا لطيفا وأتيت لإنقاذك. بعدها أصبح كل شيء شديد السطوع، وبطريقة ما أصبح طريقي مفتوحا. ثم رأيت زنزانات سوداء تصعد للأعلى وتلاشى الظلام. رأيت كهفا صخريا أمامي، وبعدها استطعت أن أرى هناك زنزانات إلى جانب بعضها. ثم تمكنت من الانسحاب، ونظرت إلى الخلف للمرة الأخيرة، ورأيت أحدهم يحترق في زنزانته. كان الأمر كما لو أنني رأيت صورة تشريحية في عيادة أحد الأطباء. رأيت عيونه الجاحظة وعضلاته بدون جلد أو دهن. ثم رأيت سيدة تحترق أيضا وعيونها جاحظة. لاحظت بعدها أنها كانت جدتي. يجب علي أن أضيف أنه بعد أسبوعين من تجربتي في الاقتراب من الموت وعودتي إلى الحياة، استلمت رسالة من أمي تقول فيها أن جدتي والتي تعيش في هنغاريا قد توفيت بعد أن عاشت فترة سكرات الموت. عرفت حينها أنني أثناء تجربتي قد قابلتها هناك عندما كنا معا في الجحيم، ولم أكن أعرف أنها ماتت للتو. في الحقيقة عندما نظرت إلى تلك السيدة والتي كانت عبارة عن عظام وعضلات، رأيت أن جسدها يتجدد ومن ثم جلدها، وهكذا استطعت أن أعرف أنها جدتي. كانت تصرخ نحوي: النجدة ساعديني. ركضت باتجاه زنزانتها وحاولت الصعود وإبعاد القضبان عن بعضها لإخراجها، ولكني لم أستطع إنقاذها. سمعت بعدها صوتا بالقرب مني، وأصبح كل شيء مضيئا. ربما كان صوت المسيح، فأنا لم أراه، ولكنني سمعت صوتا يقول: آسف، أنا أملك المفاتيح.
ولكنها لا تستطيع الخروج. انحنى رأسي للأسفل وأحسست باليأس. لم أرغب في تركها تحترق وتتجدد وأن أغادر وحدي. كانت جدتي من الرهائن المسجونين في الحرب، واعتادت أن تذهب إلى الكنيسة مرة يوميا. لم أكن على دراية إذا كانت شخصا سيئا، فهي كانت مؤمنة بالأديان، ولكنها لم تمتلك الأمل ولم تكن شخصا محبوبا. أتذكر معاملتها السيئة لأحفادها عندما كنت طفلة، ولكنها من ناحية أخرى كانت ربة منزل جيدة. وعندما توفي جدي حافظت على منزلها ولم تفكر في الزواج بعده. ولكني أتذكر أنني أخبرت حينها بالأسباب التي دعت إلى وجودها في الجحيم. بعدها رأيت المسيح يفتح باب الزنزانة ويسمح لجدتي بالخروج. تقدمت لمسك يدي، وعلى حافة الجحيم رأيت حديقة جميلة، وكان هناك طريقا على جانبيه أشجار. وفي اللحظة التي خطونا فيها إلى داخل تلك الحديقة رأيت ضوءا ساطعا كان شديد السطوع ويأتي من الأشجار والأزهار ومن كل شيء. ومع كل خطوة أخطوها كنت أشعر بموجة تأتي إلي عبر العشب لتنعشني. كانت كرذاذ بلوري بطاقة متجددة. سمعت صوتا جميلا قادما من تحت قدمي المغمورتين بالعشب. كان ذلك شعورا رائعا. وفي لحظة توقفت جدتي وقالت لي أنها لا تملك الجدارة لتتقدم أكثر أو لأن تتواجد هنا. قلت حينها لماذا؟ وكنت في حالة من الذعر المطلق، لأني لا أريد العودة إلى المجهول بسبب ما ارتكبته جدتي. ولكني عدت بعدها إلى الخلف ووصلت إلى حائط ضخم كان يفصلني عن كل شيء. ثم وجدت نفسي على حافة المدخل إلى الجحيم مرة أخرى. رأيت كرة من النار على يميني يتصاعد منها لهبا برونزيا. كانت تتألق جميلة جدا، ليست كأي نار هنا على الأرض. ومن خلال تلك الكرة تمكنت من رؤية نجوم على يمينها، وتساءلت ما هي تلك النجوم. رأيت كائنا مضيئا خلف تلك الكرة البرونزية. بدا لي أنه المسيح. كان يملك شعرا أسودا لامعا، شعرت نحوه بالقداسة. كان لديه ذقن محفورة بشكل مذهل وجميل. كل شيء حوله كان مثاليا. وجهه كان مضيئا ولون جلده عاجيا. لاحظت أنه كان ينظر إلى ما يشبه شريط الفيلم الذي يحتوي على لقطات كثيرة لم أستطع رؤية ما هي. بعدها اقترب مني مع ضحكة عريضة وجميلة. كان يبدو فرحا، ولم أستطع النظر إليه مباشرة من شدة نوره. كان يتحدث معي عن حياتي. وبعدها سمعت صوت ركبتي يرتطمان على الأرض، ثم قلل من شدة سطوعه، فتمكنت من النظر إليه والتحدث معه. حاول أن يريني معنى الخلود، وأوصل لي فكرة أننا خالدون إلى الأبد، وأنه ليس هناك بداية أو نهاية. ولكنني كنت حينها ضائعة. لم أقرأ الإنجيل في حياتي، ولم أكن مهتمة فيما بعد الحياة. أعتقد أن ذلك كان بمثابة صدمة لي، وكنت متعجبة للغاية، ولم أستطع فهم أي شيء. ثم قال لي سأقوم بإرسالك إلى الأرض من جديد.
وجدت نفسي أخرج من الجحيم، وبعدها أحسست أنني سقطت من مكان مرتفع جدا كالسماء، وشعرت بمروري عبر الخشب، وبعدها وجدت نفسي أطير فوق الباب، وسمعت أصدقائي وكانوا مذعورين جدا، كانوا يصيحون: اتصلوا بالإسعاف، اتصلوا بالمساعدة. صديقتي كانت تبكي، كانوا يفكرون بالاتصال بمكتب دفن الموتى ليأخذوا جسدي. لقد كنت مذعورة للغاية، وأدركت حينها أهمية ما مررت به. أحسست بروحي تدخل لجسدي، فاستيقظت على الفور وأنا أقول: لقد أنقذني، لقد أنقذني. قام بعدها أصدقائي بإنعاشي، ولكنهم لم يأخذوني إلى الإسعاف. أود أن أذكر أنني أصبت بصدمة نفسية، واحتجت إلى 12 عاما للتعافي بعد هذه التجربة. وأعتقد أنني سمعت في الجحيم ما يشبه أصوات النوم، والتي لا يمكنني نسيانها. وأصبحت عندما أستمع لأي أصوات كصوت المضغ أو أي صوت شبيه به، أتذكر أصوات الجحيم، وأشعر أنني أتعرض للهجوم، وأنني أشم الروائح الكريهة المتعفنة مجددا، وأختنق لأنني أتذكر الاختناق في الجحيم حيث لا يوجد هناك هواء. بعد أن تعافيت من تجربتي، أحسست بأنني أعطيت فرصة ثانية للوجود على الأرض، وكنت أكافح للحياة، وبعدها بدا كل شيء وكأنه جديد وجميل للغاية. لم أعد أشعر بالموت بداخلي، وأصبحت مليئة بإيمان كبير. انتهت التجربة. يرجى مشاركتنا آراءكم في التعليقات، وشكرا لحسن استماعكم.